هتلبسيها ليه؟ هاخدها معايا المحل. نعم محل ايه وتنزليها فين؟ ما انت نازله كمان المحل بتاعك، مش هنسيبها لوحدها في البيت. طب ما تسيبها في البيت وتسكي عليها زي ما انا بعمل. سكي؟ ايوه تقفلي عليها يعني. لا انا مش عايزه اقفل عليها، انا عايزه انزلها معايا اسليها وتسليني. يا سلام تقولش اختي قريبتك وانا معرفش. اه خالتي زي ما هي خالتك. انا في ودان نزلي تحت في الحاره قولي انها مش خالتي. خلاص يا اختي هروح معاها وهنسيب يكون سك عليك هنا لوحدي بقى كده. اه ماشي اختي روحي معاها. اه خديها احسن من حبستها برضك هنا. بس بقول لك ايه بقى والنبي يا اختي، بلاش عوجه اللسان والرطن بالاجنبي ده. ادام ناويتي تنزلي استرزاقي هنا في الحاره النسوان مش هتفهمي، وانا من النهارده كل يوم بالليل اقعد معاكي شويه اعدل لك لسانك ده واكسب فيكي ثواب بدل ما انت عامله زي النسوان لا مؤاخذه كده. نعم ايوه يو يعني هي الدنيا هتتهد خير. عايزه مننا يا وش البومه تاني. ممكن تدخليني يا اختي؟ ايه الانكسار ده؟ خش. مين دي؟ دي نوالة خالتي جارتنا. نعم عاوزة ايه؟ عاوزة اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومة جوزي. يا نهار ابيض يا الف نهار مبروك يا اختي. روح روح اربي له الشربات اواه. ايه استني يا خالتي هو اي فرح تطلبي ايد مين لمين يا اختي؟ ده القعدة اللي بينا عايشين فيه ده. اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومة جوزي، شرع ربنا محل للراجل اربعة، وانا بقى ست مؤمنه وطالبه الحلال لجوزي. حلال ايه يا وليه يا عيبه يا حل وسطك يا بعيد. لو انت فاكره كل النسوان زيك خطفت رجاله ثم تعالي هنا بقى هو بقى يرجعك عشان كده. قومي من هنا زباله الحريمه دي. قوم قومي جاتك القرف. المحلل ومحلل اطلعي يا اختي اطلعي، انا حق علي فتحت. انت هنا يا راجل يا قفص اتفضلي. هقول ايه؟ ما هو انت لو راجل ما كنتش شجعتها بعد عملتها السودا وفضحتها ام جلاجل. لكن ازاي راجل كل عشته مع البهاي اكيد طبعا كرفوا عليه. اتوكل على الله من هنا. جرى ايه يا ولاد؟ في ايه؟ هي عاملين ريعه كده ليه؟ انت مالك انت يا برده؟ انت حدك حشرك حد جاب سيرتك واحده وباقيه على جوزها؟ انت مالك؟ لعلمك انا مستحملك برضو عشان الست جمالات. ما تسيبي صاحبة الشأن تقول رأيها. هو انت اللي ترحمي ولا تخلي رحمة ربنا تنزل؟ يا راجل انت اتهبلت ولا واخد لك حبيتين جراء؟ صاحبة الشأن مين دي اللي تقول كلمتها؟ انت شكلها راحت منك خالص. الست جمالات قالت ان هي مش عايزه تتجوز على درة عشان ما تظلمهاش. انا جايب الدرة لحد عندها تطلب ايديها وتقول لها موافقه امين. عاوزه ايه تاني؟ يا خرابي لا هي جاية بنفسها عشان تطلب ايد البنية اللي بسلامته. لا حول ولا قوة الا بالله على ذل وكسرة نفس البني ادم اللي تخليه يعمل ايوتها حاجة. وبعدين معاكي بقى يا الله ست جمالات، انا جاي وطالب ايديك على سنة الله ورسوله، وهكتب لك شقة مطرحين وصالة في عمارة اللي فيها المحل، هكتبها باسمك بيع والشراء، وهشطبها لك سوبر سوبر لوكس، وكمان هجيب لك عفش جديد من دمياط وكل اللي تطلبيه مجاب، وهعمل لك الخد ده مداس والخد التانيه الفده التانيه من المداس. هو انت يا معفن يا متخلف فاكر نفسك ايه؟ عشان راجل يبقى من حقك تتجوز وتطلق وتتجوز تاني؟ هو انت ما بتحسش؟ ما عندكش دم؟ ومراتك الغلبانة المسكينة دي ذنبها ايه تذلها وتهينها وتخليها تيجي تطلب لك ايد واحدة تانية؟ هو انت ما بصيتش لنفسك في المراية قبل ما تسمح لنفسك انك تفكر تطلب ايدي؟ وانا برأيك هبص لك على ايه؟ عشان ايه؟ انت اتفه واحقر من انك تكون بني ادم. عظمة على عظمة جولي جدعة بنت. انا هخليك انت والمحروسه قريبتك تيجي تلحسوا جزمتي عشان ما تردكمش في الشارع. طب قسما عظمه نرميكوا في الشارع رميه الكلاب حتى لو جبتولي مال قارون. ماشي يانا يانا هتقعوا مني فين؟ مش شركة لحمة تجيني على المفرمة. يلا انت واقف هنا بتعملي ايه؟ شيل ده يا انت ومراتك عليكوا على اللي عايز يعرف. شفتي يا كوريا الراجل الناقص قايل لك ده انتوا ستين نصيب نصيب عليكوا كلكم. عملت لك اللي في دماغك بس اديك شفت. هو احنا لينا غير بعض يا سلومه؟ ده انت اللي طلعت بيه من الدنيا عاوز تبيعني وعشان خاطر مين يا سلومه؟
اهي بعترت كرامتك في الارض وخليتك ما تسواش فرد شبشب مقطعه. بالراحه بالراحه، خف صابعك اللي عامله زي المخراز. ايه بتكبسي جاموسه؟ كفايه كفايه، جبتي تعبتني. بس الشهاده لله، الوليه اللي اسمها جمالات غلبانه، هي العقربه اللي اسمها كوريا دي اللي ورا كل المصايب. لكن انا هخرب بيت الاثنين، يا انا انت يا كوريا في البيت ده، يا انا انت يا كوريا انت وقريبتك يا كوافيره الحمير. True copy of the original and no one can doubt it. It's a very nice piece. Thank you. You're welcome. Thank you very much. I hope to see you again. Okay. You're welcome. ادخل. انا اسف يا دكتور، هاجي لحضرتك بعدين. تعال هنا. ايه شايفني قلع هدومي؟ ايه عاوز ايه؟ الاداه بتاعت الشركه المتحده، كنت عايز ابلغ حضرتك التطورات بتاعتها. مش عايز اعرف اي حاجه. ومش حضرتك محامي؟ ايوه. خلصها كلها من الالف للياء. انا دكتور؟ ايوه انت. وقول لي كمان زمايلك اي واحد كنت مديه قضيه قبل كده يعمل فيها حاجه يخلصها. مش عايز اعرف اي حاجه عن اي قضايا، مفهوم؟ انا بديكم فرصه عمركم، واللي هيفشل فيكم هرميه بره وهجيب غيره، مفهوم؟ تحت امرك يا دكتور. اتفضل. ايوه رجاء، ازيك؟ انت فين؟ عند ايه؟ دكتور التجميل؟ ما شاء الله. لا يا حبيبتي مش عايز حاجه، خليكي في اللي انت فيه. يلا سلام. بقول لك ايه، هاي ده هانم، ما تنزلي تشوفي باب الرزق الجديد اللي انت فاتحاه ده، لازم تهتمي بيه. نربي رجلي جديده، امال ايه؟ مش محتاجه قاعده. امال انا جايباك ليه يا استاذ شكري؟ مش عشان تكلمها وتفهمها ونخلص من الموضوع ده؟ أنا مش عايزة مشاكل مع الناس اللي في المنطقة كل يوم والتاني، وقلت لها هدفع لك فلوس تنكيس البيت عشان نخلص من سلوكة الجزار اللي بنط لنا كل شوية والتانية وهي اللي مش راضية. وأنا قلت لك 100 مرة دي أمور شخصية، بتحشري نفسك فيها ليه دلوقتي؟ ما قلنا بقى حوار مسمار جحا اللي عايزة تدبه لنا في قلب المكان ده مش هياكل. بقول لك إيه؟ إيه؟ كفاية العرق الصعيد اللي فاتت جوه ده نافوخك ده. الهانم عايزة تديلك مبلغ محترم. المبلغ ده هينفعك. يا ستي اعتبريه مقدم جديد للإيجار. اعتبريه بلاش مقدم جديد، اعتبريها جمعية ودخلت فيها وانت قبضتيها الأول وبتقسطي بعد كده ترنشات يعني كل شهر، عشان نرمي المبلغ ده لسلومة الكلب عظمة ويتلهي فيها. نعم نعم، وهي هتفضل بقى عدلنا هنا مصبحانا ومبسيانا لغاية ما الفلوس دي كلها تخلص؟ ليه يا خال؟ هو انت مش قلت لي انها كام اسبوع هتزح من هنا؟ ده على اساس ان انا اللي طايره من الفرحه بعدت هنا ومش عايزه امشي؟ اسمعيني كويس، الضابط اسمه ايه؟ علاء ده، جالي من فتره وقال لي انه البيت ده لازم يتنكس فورا، والا هيبقى في قضيه وهيضطروا يخلوا البيت من السكان، بس هو يعني يقدر يعطل شويه المحضر عشان يحل الموضوع بشكل ودي ومن غير مشاكل. الضابط ايه يا حلوه؟ جالك؟ ده امتى وفين ان شاء الله؟ والله ومشينا امورنا ونسيبنا الحكومه وبقينا قرايب. انا كم مره قلت لك بطلي اسلوبك الفالجر ده؟ انا ماليش دعوه، هو انا اللي رحت له؟ هو اللي جالي لحد هنا وخبط على الباب وقال الكلمتين دول ومشي. وماله يا ناس، فيها ايه؟ فيها ايه؟ طالما الضابط ده طيب وابن حلال نخليه واقف بصدمه واحنا بندي المبلغ لسلومه عشان تبقى الحكومه شاهده على الفلوس. ايه اللي انت بتقوله يا اسطى شكري؟ ده ضابط مباحث. هو انت نسيت انا مين وبعمل هنا ايه؟ انت عايز تدخل ضابط مباحث في حياتي؟ واحنا مالنا يا اختي؟ واحنا كنا احنا اللي دخلناه؟ ما هو اللي حشر نفسه بنفسه، هو اللي مش قاعد على حامي ولا على بارد من ساعه ما شافي، ده هو اللي مهزق نفسه عشان ده بيعمل عمايل الصراحه ما يعملهاش امين شرطه ولا عسكري. وانت فكرك انا ما شفتوش يوم ما جه يوم افتتاح المحل عشان يطل؟ شفته يا جولي، شفته وهو ماشي يا فايق قمر عيش. هو انت شفتي يوم الافتتاح؟ ايوه يا اختي شفته. تعالى كده خال، تعالى خال والنبي معلش. شفته يا جولي. بقول لك يا حبيبتي اقعدي اقعدي. انا عايزه انصحك نصيحه لوجه الله، مع انك ما تستاهلهاش، بس انا انصحهالك برضه. بصي يا حبيبتي، سيبك بقى من جو الهوانم وجولي ومولي ودولي وهايدي ومايدي والجو ده. عيش عيشتك اللي انت عايشاها دلوقتي. يعني انت دلوقتي اسمك ايه؟ اسمك جمالات. وشكل الجمالات وساكنه في بطن البقره ومعاكي بطاقه بتقول انك جمالات، تحطيها كده في عين التخين. ده انا لو اتعكشت كده وخدوني على الاسم تروحي انت تضمنيني وتطلعيني على انك جمالات. يبقى لازمته ايه بقى شغل القط والفار اللي انت عاملاه مع الظابط ده؟ ثم تعالي هنا. انا مش فاهمه هو ازاي مشكش فيك لغايه دلوقتي. انا الصراحه لو مكان وظابط وانت بتعملي الحركات اللي بتعمليها دي كنت شكيت فيك. اه واحده اول ما اشوفها تسورق، يا اما كده تروح وتزوغ مني في الكلام،
هو في ايه؟ ده انا كنت قلت عليك يا اما تاجرة مخدرات يا اما لمؤاخذه بتجري في الاعضاء البشريه. بص يا حبيبتي فكي كده فكي كده وخش على الراجل بصدر عشان ما يشكش فيك، لو شك فيك هيقعد ينبش وراك، انت هتزعلي بعد كده، انا قلت اهو خلاص. الله عليك الله عليك يا كوريا يا بنت اختي. ايوه كده يا سلام لما الغزاله تبقى رايقه، كلامك ده دخلنا خشيش يا بنت. اي خدمه خير. بقول لك ايه، معاكي موبايله؟ ها؟ يو نمرته يعني؟ لا انا مش معايا نمرته، انا معايا كارته. لا هو مش معايا، هو اداني كارته بس انا ضيعته. طب خش يا اختي دور عليه، خش دور عليه وانا هكلمه ورسع الحوار كله. خش خش حبيبتي ربنا يهديك. خش حبيبي. انا بعت كل حاجه عشانك انت، انا عاوزه احس ان انت ليا، ان انت ليا لوحدي. وبعدين يا مروان لو انت بتحبني بجد ما كنتش هتبقى معترض على الجواز بالطريقه دي. انا مش عاوزه اتجوزك عشان خاطر الفلوس ولا عشان خاطر اي حاجه، انا عاوزاك انت بس يا حبيبتي. احنا مش اتفقنا ما نتكلمش في موضوع الجواز ده تاني؟ وبعدين انا مش فاهم ايه فايدته الجواز يعني، ما احنا الاتنين عايشين مع بعض اهو احسن من اي اتنين متجوزين. وبعدين بص حواليك هنا في المكان اللي احنا عايشين فيه، بيبقوا عايشين مع بعض ومخلفين عيل والتاني والتالت والخامس، وبعدين بيفكروا اذا كانوا يتجوزوا ولا لا. بطلي بقى يا حبيبتي، بطلي الحاجات القديمه دي. انا بحبك قوي. ها هاي يا حبيبي. سوكا جو تامر حسني.